السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجل الحلقة الثالثة من حلقات أو من سلسلة نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. موضوع مهم جدا دائما في المدخل، أسباب اختيار جزيرة العرب منطلقا للرسالة الإسلامية، لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي غر ربي سبحانه يختار جزيرة العرب، الجزيرة العربية ذينا يدنزل الوحي الطاهر، في غار حراء يدنزلت الليثم زورا اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآيات في مزورة يدنزل في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم شهود سزرانت. لماذا؟ أول اتصال بين السماء والأرض بهذا الوحي الطاهر بالقرآن الكريم كان في مكة المكرمة، وبالذات في الغار، في غار حراء. لماذا؟ أولاً رب سبحانه يختار المكان الذي يريد، ولا شو سيتلس لا عبد يتحبر ربي يدبر يوليكس دبيار ماشي سين وحدس. ولكن في قلقي مباحث علمية مهمة نذكرها، اجتهادات تذكر، يعني فيها قواسم مشتركة بين أهل العلم لنتيجة ذاكي معتبرة لها وزنها. ولكن أسنردي قول لغنغ بلي ربي ذنت ساري خثيرا أكنفغا ذينفغا أريضا. ذكرت بعض الأمور، من هذه الأمور أن جزيرة العرب وسعى ديانة واحدة، ما كانش ديانة واحدة، فيها مجموعة من ديانات، منها كين عباد الكواكب، لأنه قد يعبذن الكواكب، لأنه قد يعبذن نيثران، لأنه قد يعبذن الملائكة، لأنه قد يذعن بقايا اليهودية، يعني سيدنا موسى عليه السلام في جزيرة العرب، لأنه بعض البقايا تاع النصرانية سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام جميعا، ثلا بعض من العرب يذعن يتمسكن يطفن ذي الحنيفية الإبراهيمية، الحنيفية الإبراهيمية السمحة، يعني من هنا نعلم بأن الإسلام امتداد للحنيفية الإبراهيمية السمحة، يعني ذين ديجا العقيدة التوحيد ديجا سيدنا إبراهيم الخليل أكدو قد يسام فيرس قيمة. بعضهم كانوا متمسكين بهذه الحنيفية الإبراهيمية السمحة، ولكن معروف جزيرة العرب بالوثنية، أعبذني زرا حول الكعبة شحال قزران قلان أثنى عبذ المشركين. أسيدو ستا مسألة التاريخ ينس العرب في أصلهم ليس توحيدة طاس تاريخيا، والعرب هم أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، توارثوا هذه العقيدة وهذا الدين جيل عن جيل، توحيد الله وعبادة الله وتعظيم البيت الحرام وخدمة البيت الحرام إلى آخره، والحجاج يتحجون رين وكذا. ولكن إليون ذريث اسمس عمرو بن لحي، عمرو بالواو، عمرو بن لحي مخلوق هاكي هو سي القبيل مقال خزاعة، يونواس يروح سي مكة غير الشام، يبود يوث البدعة، يروح يبضر الشام، يفاثرين عبد النزرة، وجد أصناما تعبد من دون الله، هذا غير ناس شو سنوي زرايا
ننسو قدق هذه أصنام نعبدها دي زراث نعبد إناس نستمطرها فتمطرنا نستنصرها فتنصرنا إناس نكون إنسان يزرايقي قرفان أثني الزثنا ما نفغى الهوى أسنيني فكتغد الهوى لغد غلي الهوى ما نفغى النصر إلا وقت عدن فلان غناش ونحوج النصر الحماية أنذعون يزرايقي أغنصرا وفرات يعجبس الحال ومخلوقاكي يبويت حاجة تجريط يبويت ديريكت إناس فكتير ديهم بزرو أثوي غير مكة يبويت أزرو أزرو ما مزوارو يعبذن المشركين يديوسن المكة اسميس هوبل هوبل أبروس أدوية وثي خمسو صغار وثي خمسو زرو وثي خمس ستمر ميقلوزاتيش كل يوم المهم أنوي ذا مزوارو أول من أدخل الشرك إلى جزيرة العرب إلى مكة بالذات هو عمرو بن لحي أسيدي وسي الشام أنوي ظهر مزور اسمه هوبل. طيب إذا جماعة الخير صافي نفهم بلي ثلا الوثنية صافي في جزيرة العرب لا تبع عباد الملائكة عباد الكواكب والنجوم وقاذي فعل اليهودية القليل المصرية القليل لبعض القليل أيضا قلة متمسكين بالحنيفية لإبراهيمية السمحة ومعظمهم مشركون معظمهم وقاذاكين الشرك عباد الأوثان والأصنام صافي تجد السبة ثم زواروث يميك اختار بسبحانه جزيرة العرب باش أدينزل الوحي ذينا سبث السناث جزيرة العرب كانت أرضا حرة بلا سلطان يحكمها حاجة مليحة والسارة السلطان أتي يحكم ياك أما كان مثلا إمبراطورية الروم ساعة مذبران ساعة مذبران قران إمبراطورية فارس المهم هناك إمبراطوريات عظيمة قوية ومدنيات وحضارات قائمة قوي ولكن جزيرة العرب أرض حرة صافية سلجيها يعني ولاش وتحكما حتى مظاهر المدنية ما كانش المظاهر متاع الحضارات ما كانش شعب يتعيشي بطريقته شعب يسيطر على نظام القبلي العشائري الى اخره عدوان هرسا القوي نغى الضعيف يتشى الضعيف وكذا الشعراء منتديات الادب والشعر وكذا الى اخره اكيعش وطبعا اللي يقرا الادب الجاهلي يفهم هذا الموضوع بالتفصيل هذه النقطه بالتفصيل نقطه ثلاثه سبات ثلاثه ذا شوت سيادة النظام القبلي في جزيرة العرب العشيرة تسعى وزن كبير سبحان الله العشيرة نكون قار وكان وقال كان ثمور ثم كان أثروم النبي صلى الله عليه وسلم يسعى أثروم شوف النظام القبلي نظام العشيرة كلما كان قويا متماسكا كلما كان مستعدا لبسط الحمايه والعون والنصره والولايه النبي صلى الله عليه وسلم يسعى اذروميس اسميس بنو هاشم وهذا النظام بنو هاشم وري في غرس النظام القبلي العشائري السائد وقتها نحكوا في التاريخ ديال الوقت هكا يسعى اذروم أثروا مني أثي حرز أثي ديفان دي فلاس أثي حار فلاس ثلاث سباتي صرعة ذا شوت تميز مكة المكرمة بكثرة الوافدين عليها من أجل زيارة البيت العتيق وتساسند من كل مكان سي الشام سي فارس من كل مكان تساسند مكة المكرمة باش تاخذ من الزياره البيت العتيق بين قوسين دغات تاكيد السبا يكسي كيوين ابراهات الاشرم نحكوا في الصدر ديه دون اي غير باش يخدم ان بلون باش يهود الكعبه اين سمشي كتروح هناك مكه
صافي ميم تجارة الحروف. إلاقي خدمة سنيون بمكان ذي صنعاء ذي اليمن إناس إلاقات حوت جمر ذينا ماشي غير مكان. شمنت من بعد اعتبارات اقتصادية سياسية ثقافية شمنت سنشرحها بعدين في الدرس القادم إن شاء الله. إن يا سيدي سيدي هذا واحد يهود الكعبة أذ يهود الكعبة. لذلك يا جماعة الخير مكة المكرمة إذا تميزت بكثرة الوافدين عليها وكي يسهل انتقال الرسالة. يسهل انتقال الرسالة أي غير تسند الوافدين تسند الوافدين سواطاس مي دي وين مي فهم من الرسالة تسوضن تجار ني الوافدين تسند زيارة إلى آخره. لذلك يختار ربي سبحانه عز وجل. ومكة المكرمة ماشي كان البيت العتيق، سال البيت العتيق ذاك الساعة ومقارن منتديات الشعر والأدب أنعميه أنا وجه هضر نتاع عرف ثمن اثنين ولاش ذي حداد البوال ماشي استقبالي استعرف. لذلك ربي سبحانه حينما تحداهم سقر باللي أول صيغة القرآن ما قيس قال القرآن كي ماشي صح ماشي تيزت ربي تحدني سويت زيغ 10 صور مفتريات ما كتقارن او زيغ صورة ابري ربي سبحانه يتحداهم جميعا نثني عمالقة البلاغة فرسان البيان شعراء ولا شو يخدم الشعر مثني سنتعرف العجب سنذكر هذا في المواضيع في اللقاءات المناسبة. هذه نسينا ربي سبحانه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن ثقي من الأسباب سبب أنجاروس خمسة قوة اللغة العربية. هذه اللغة العربية انتشرت في جزيرة العرب وهي لغة واحدة ولكن تسعى اللهجات ولكن في قادني فصيحة ممكن اصطلاح نقوله هي لغات فصيحة. اللسان واحد اللسان اللغات الفصيحة موجودة. لذلك يقولون بعد كيف نزل القرآن الكريم بسبعة أحرف صافي ثلا لسان لسان واحد اسم العربية. أما كذا القرآن الكريم بلسان عربي مبين أكيد يهضر به في القرآن العظيم. الموضوع سيأتي وقته إن شاء الله تعالى. إذن الدول الأخرى أو الأقطار الأخرى سعى لغات متعددة ماذي الهند كذا لغة ماذي فارس ماذي الروم إلى آخره ولكن دي جزء العرب كانت لغة واحدة اختارها رب العزة جل جلاله إنا أنزلناه قرآنا عربيا. هذه أهم الأسباب يفيق اختار ربي سبحانه جزيرة العرب باش ينزل الوحي الطاهر غفول النبي صلى الله عليه وسلم دقر حسن مباشرة الدرس ديه الدنيا إن شاء الله تعالى أد نهضر في عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم الرضا عين سبب التفاصيل مهمة جدا سنذكرها في الدرس القادم. جاء مثل ويث أرثي من البيث والسلام عليكم ورحمة الله.